وحيدا اوكي ثم نعود نتابع. شكرا للزميل محمد سعدون الكواري. مشاهدينا متابعينا في كل مكان هنا في إطار الدور التمهيدي المؤهل لمرحلة المجموعات في ملعب أنفيلد رود في ليفربول. هذا الغناء كان طبعا قبل أن نستمع إلى موسيقى تشامبيونز ليج. You'll never walk alone. دائما وأبدا عشاق ومحب الريدز يأتوا هنا في ملعب اللقاء لمتابعة الفريق في رحلة البحث عن الألقاب الأوروبية والعودة. هوفنهايم الفريق اللي بيلعب في مباراة اليوم في حراسة المرمى الحارس أوليفر باومن، في الدفاع فوكت وهوبنر، واللعب مفاجآت كبيرة واحتل المركز الرابع في الدوري الألماني ليفربول بهدف كان للاعب ماني. صلاح سجل في لقاء الدوري أمام واتفورد، وأدي أمامنا هنا دانييلي أورساتو حكم صغر السن من حيث التسجيل. أدي أمامنا ترينت يسدد لكن تصطدم ومحمد صلاح، يا ولد يا صلاح، أول كورة لمحمد صلاح العالمي محمد صلاح. ساحة ماني عايز يعدي ولكن رقابة ومحاولة ويعملها حلوة قوي، يا ولد جول حلوة ماني، لكن قبل التشان والكرة بتغير اتجاهها، كرة بتغير اتجاهها وتتحول إلى داخل الشباك، وهدف أول لنادي ليفربول. هدف أول ليفربول بعد مرور طبعا 11 دقيقة. كرة ارتطمت في قدم المدافع لكن شوفوا السرعة. هوفنهايم الصدر، لعب في هوفنهايم هذا اللاعب 140 لقاء وسجل 36 هدف، وهدف قادم، هدف قادم ولكن راية. هنشوف المتابعة هنا محمد صلاح في هذه اللقطة وفي هذه المحاولة، ليس هناك راية لأن بين الدمع عندما سدد محمد صلاح ما كانش متسلل، ومحمد صلاح يأكد ويتعمق ويتألق ويسجل. محمد صلاح كارثة هيسل في 85 وأيضا في عام 2007، وهدف ثالث القسوة سمة الألمان، ولكن هنا يورجن كلوب اللي بيقود ليفربول وإمري تشان اللي بيسجل الهدف الثاني ليه في هذه الليلة والثالث في اللقاء. نادي ليفربول بلا رحمة بلا هوادة وجيم اوفر. الأوروبية في الدور الثاني تعادل مع بايرن ميونخ نصف نهائي 81، وادي أمامنا هنا هوفنهايم يقلص النتيجة أمامنا، هو البديل اللي سجل في لقاء الذهاب اللاعب القادم من نادي هيرنفين أمامنا، هو يسجل هدف تقليص النتيجة. البديل أمامنا مارت أوت أمامنا اللي بيسجل الهدف بالتخصص بقى كان سجل لما ده مع اللقاء بشكل خاطئ، أخطاء دفاعية كبيرة الثاني لكن كان تسلل محمد صلاح عملها حلوة قوي. فين الضم هدف رابع، فرصة الهدف الرابع. عادي بين الضم، شوف الانطلاقة، 6 أهداف الموسم الماضي برازيل، وكان سجل أيضا في مرمى فريق بيلاروسيا. وادي هدف جديد هندرسون، يا ولد يا هندرسون يستحقها هنا اللاعب اللي أمامنا اللاعب في مينيو، يستحق هذه الكرة، يستحق هذا الهدف، وهدف عن طريق اللاعب اللي طبعا الصادق في صفوف فريق هوفنهايم اللاعب اللي أمامنا فيرمينيو، لكن هندرسون المرة دي كراماريتش سجل في فيردر بريمن في لقاء في الدوري، وهدف هنا عن طريق ساندرو فاجنر بقول لحضراتكم ليفربول يسجل ولكن ليفربول يستقبل والدولي الألماني فاجنر. موجز كورة الآن توفر لكم موقع يحتوي على جميع الملخصات لجميع الدوريات الكبرى الإسباني والإنجليزي والإيطالي ودوري الأبطال، وكذلك بث مباشر لجميع المباريات. لا تنسوا الاشتراك على الفيسبوك وتويتر.